رحب السيد سلمان بن عيسى بن هند المناع محافظ محافظة المحرق وبحضور أهالي المحافظة من مختلف المدن والقرى بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة للمجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق. نعم، أشاد محافظ المحرق والحضور بالتطور والتقدم الذي تشهده المملكة على الصعيد الصحي بفضل التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجهود المجلس الأعلى للصحة. من جانبه قدم رئيس المجلس الأعلى للصحة خالص شكره وتقديره لمحافظ المحرق والحضور مؤكدا بأن هذه اللقاءات تؤكد على مبدأ الشراكة المجتمعية القائمة بين المجلس والأهالي، مقدما شرحا مفصلا لأساسيات الرعاية الصحية الأولية ولمشروع التسهيل الذاتي للمراكز الصحية بالإضافة إلى البرنامج الرائد المتمثل في اختيار الطبيب الواحد لأفراد الأسرة والمعروف باختر طبيبك. أوضح معاليه بأن تلك الحزمة من البرامج التطويرية ستسهم في آلية الاكتشاف المبكر للأمراض بالإضافة إلى العلاقة الاجتماعية التي ستربط الطبيب بأفراد كل عائلة على حدة، الأمر الذي يسهم في تلاقي العديد من الأمراض وتلافي العديد من الأمراض الوراثية وسرعة العمل على تقديم العلاج المناسب لها، خاصة في ظل استحداث الملف الطبي الموحد والذي سيكون بمثابة قاعدة البيانات المتاحة لطبيب العائلة للاطلاع على العلاجات المقدمة للمريض حول عدد الأطباء والمختصين بالمراكز الصحية. أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن أعداد الأطباء ستكون ملائمة للكثافة السكانية لكل مركز صحي على حدة، مما يسهم في سرعة الحصول على المواعيد بالإضافة إلى انعدام فترات الانتظار، مطمئنا الأهالي بأن خدمة التطبيب عن بعد والتي لاقت استحسان المراجعين ستظل مستمرة وسيتم العمل على تطويرها بشكل دوري. نبتدي تجربة جديدة في المحرق في نطبقها على البحرين كلها، وهي طبعا احنا يعني الاساس ان احنا نشوف التعامل مع الناس والتفاعل مع الناس ونشوف اراء الناس شلون تطبيقها، ونحاول ان تكون يعني نوصل الى كل الاشياء اللي ترضي الناس وتسعد الناس في ونشرح لهم شنو النظام، شنو الفكرة، شنو الاساس في الموضوع اللي احنا شرحنا لهم انه نبي الاحسن حق المواطن، ونبي ان المواطن يعني يكون حرية الاختيار، فهذا تعطيه يعني المواطن تعطيه يعني قدرة انه يختار الطبيب اللي يبي، وفي نفس الوقت إن شاء الله يكون في تنافس بين الأطباء على تحسين الخدمة وتحسين معاملة ورعاية الناس. تم طرح موضوع الصحة والتسيير الذاتي للمواطنين، وهذا شيء يعني نشكرهم عليه، لأن يعني أمور متقدمة وماشي فيها الصحة العالمية في كل بلدان العالم. أنا أتمنى طبعاً إن شاء الله التوفيق والنجاح لتنفيذ هذه الخطة لأنها في مصلحة المواطن، وإن شاء الله نشوف النتائج قريباً.